السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم علي النبهان. في هذا المقطع الفيديو راح نتعلم كيفية المفاضلة على جامعة كراتينيز تكنيك أمبرسيس. طبعا أول شيء بروح نضغط على كلمة يورديشي إبرانجي باشو إشلمبر، بعدين راح نختار أول خيار اللي هو أون باشو، بعدين راح نكتب الاسم، الكنية، الإيميل، بعدين رقم الهاتف طبعا بدون 90، بعدين هون رقم التي جي، بعدين هون الجنسية من أي دولة، بعدين نضغط هون صح، بعدين هون نعطي أونايلا. هلا كتب لي إنه في خطأ لأني أنا زودت شوي بالمعلومات. طيب هلا راح أرجع أحط الإيميل، رقم الهاتف حاول إنه يكون شبه رقم حقيقي، الكملة كمان نفس الشيء، الجنسية هلا بنعطي صح، نعطي أونايلا. تمام، هلا هيك تم انشاء حساب بنجاح ورقم الباشورو هذا هو. لما نروح للايميل توصلنا هاي الرساله، فيها الايميل نعطي هون جيريدون، حط هون الايميل، بعدين هون كلمه السر اللي السيستم هو اعطانا اياها ووصلتنا على الايميل، حطها بالحقل الثاني، بعدين نعطي جيريش ياب، نختار اول خيار باشورو اشلملر. هلا هون نختار الامتحان اللي عنا، تمام؟ سات او توجيهي، بكالوريا دبلوماسي او اورطاورة تمبوانم، كمان هي شهادة بكالوريا بتاني، و بكالوريا دبلوماسي كمان شهادة بكالوريا بتاني. نختار نحنا اما اخرى او اورطاورة تمبوانم. بعدين هون المعدل الكامل من قديش من 100، معدل الامتحان مثلا لنفترض 20. هلا هون معدل السنوية الكامل قديش كمان من 100، او اذا كان في سيستم كون من علامة تانية فكان كنت تختاره هون، يعني المجال مفتوح من 100. بعدين بنعطي هون بهذا الحقل نكتب معدل البكالوريا. هلا بهذا الحقل رح نكرر رقم جواز السفر او رقم الكملة اللي نحنا عنا اياه. اوكي، طبعا طلابي اللي رح تفاضل من خلال امتحان الجزء الخاص بجامعة كاراتينيز فبيختار الخيار الأول، نحن ما عندنا امتحان الجزء الخاص بأي الجامعة فرح نختار أخرى. عبينا الحقول هون الحمر. هلأ بننتقل المواليد 11 مثلا 10 1996، نطلع كل البيانات النظامية. هلأ هون رح نحمل صورة شخصية، نضغط هون، اخترنا الصورة، تحملت الصورة بهذا الشكل، نتفقد ما في أي نقص، بعدين نعطي هون صح، نعطي دوام. هلا بهاي المعلومات رح نكتب اسم الأم، اسم الأب، مكان الولادة، ذكر أنثى أو ذكر، بعدين نضغط هون صح، نعطي التالي. هلا أول شيء وثيقة الامتحان اللي نحنا سجلنا فيه، إذا اخترنا نحن البكالوريا فبنحمل البكالوريا طبعا بي دي اف، بعدين شهادة البكالوريا بي دي اف، بعدين جواز السفر بنحمله او الكملة كمان ايضا بي دي اف، نعطي هون صح، نعطي دوام. هلا هون بقى التخصصات راح نختارها، بامكان اختيار 5 تخصصات، انا راح اختار اي تخصص لا على التعيين، لنفترض اول تخصص هذا. هون تخصص ثاني اذا انا بدي اختار شيء تاني كمان بختار، ولكن انا رح اتركه بعرف. نعطي هون صح، نعطي هون كايلد ذا بيتر. هلا هيك بهذا الشكل تم حفظ الطلب بنجاح. بنروح على الايميل، وصلتنا ايضا رسالة تانية بتقلي انه التخصصات اللي انت اضفتها هي هي، وانه تم اخذ الطلب بنجاح. هلا بعد شوي او بعد نص ساعه او بعد ساعه بس يتم تقييم الطلب بتوصلني رساله ثانيه على الايميل، ماشي، بتقلي انه الطلب تبعكم اونلاين مشتر. طبعا هذا الطلب مكونه تعليمي فرح يتم رفضه بعد شوي، لهيك طلباتكم دققوا المعلومات تكون صحيحه، وبعد شوي بتجيكم الموافقه على الطلب، ومن ثم تنتظروا النتائج حتى تشوفوها. ومبروك للجميع إن شاء الله بالقبول، والسلام عليكم.